حياكم الله بعد صراع الخلافات الشخصية والمكاسب القيادية لتزعم المكون السني، وكأن المؤشرات لم تكتفي بدلالاتها على انهيار التحالف اللي هو اللي هز تشقق جذوره، حتى جاءت الاتهامات بالأدلة على وشك أن تقتلع الجذور من مكانها هذه الخلافات. أما الاتهامات اللي تتمحور حول تهريب رئيس ديوان الوقف السني قبيل وفاته، بل وحتى وفاته ضجت التكهنات بوقوف جهات وأهداف وراء أسبابها، فهذه الدائرة اللي وقع فيها تحالف السيادة تحالف النزاع السلطوي يرى المراقبون أن نهايته باتت واضحة في حال لم يتدارك الموقف، وإن كانت المعالجات بصعوبة بالغة لكن نتيجة استمرار الخلافات والاتهامات ووخيمة على أقطاب التحالف. ملفنا الثالث مشاهدينا الأحبة من حصاد هذه الليلة على أكثر من جبهة، تناور واشنطن بغية إعادة سيطرتها على العراق، وهاي المرة من النوافذ الضيقة والملفات العميقة بواسطة رأس حربتها السفيرة الأمريكية في بغداد، اللي كما يبدو من مؤشرات زيارتها إلى بعض القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية أنها نشطة للغاية في مساعي تحريك أوراق الفتنة والأزمة. هذا الأمر اللي وقفت أمام القوى الوطنية وطالبت بوقف هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية، فضلا عن كونه مخالف للأعراف والسياقات الدبلوماسية، وأكدت أنه على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة من قبل الخارجية العراقية، خاصة مع تشديد رئيس الوزراء قبل مدة بضبط تحركات وأنشطة السفراء والبعثات الدبلوماسية. هاي ملفات مشاهدي الأحبة راح نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. النوايا كانت تهريب الحقائق لملفات الفساد اللي بجعبة قنبش قبيل وفاته، واليوم أصابع الاتهام تشير إلى بعض الجهات المتنفذة ولا يخرج الحلبوسي ورفاقه من هذه الدائرة. هذا ثقل آخر أضيف على ثقل الخلافات داخل تحالف السيادة والتصدع اللي طمس في بئر الانهيار وقرب انتهاء صلاحيته بحسب ما يتابع المراقبون من مؤشرات حول تفكيك تحالف السيادة. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف في حصادنا لهذه الليلة ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. يبدو أن تحالف السيادة المتصدع لم يفلح بعد في الوصول لنقاط مشتركة يمكن معها إيقاف عجلة الاختلاف على خارطة هذا التحالف. اختلاف وجهات النظر بين أقطابه لا تزال قائمة، فأوراق التقارب تتبعثر أمام رياح المكاسب الشخصية ونوايا التفرد بالسلطة التي تتجه صوب زعامة المكون أصبحت محل خلاف بين الحلبوسي وبقية قيادات التحالف، الأمر الذي ينذر ببوادر تفككه القريبة. فعقب هذه الخلافات والإشكالات أضيفت إلى احتمالية انهياره أكثر الاتهامات التي توجهت إلى الحلبوسي لضلوعه بتهريب سعد قنبش من الحبس قبيل وفاته، حيث تشير الأدلة إلى أن عملية التهريب الصعبة كانت وراءها جهات متنفذة، فكانت انطلاقة لدعوات سياسية بضرورة التحقيق في تهريبه ووفاته التي أيضا لا تخلو من الإشكالات بحسب التصاريح. فما يتداول اليوم داخل الأوساط السياسية يتمحور حول مخاوف الحلبوسي ورفاقه من فضح الفساد في البيت السني، ويعتبره المراقبون مؤشرا لأسباب تهريب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق. فما آل بهذا التحالف إلى مصير مجهول هو التمسك الأعمى والتعنت بالمصالح الشخصية وألقى بتأثيراته على مصيره، والنتيجة صعوبة رأب الصدع. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذه الحلقة من حصاد الأيام، وأرحب بضيوفي الأكارم الدكتور سلام الزبيدي عضو تحالف النصر، حياك الله دكتور سلام. وأرحب بالأستاذ عباس العرداوي المحلل السياسي، حياك الله أستاذ عباس. أبدأ مع حضرتك دكتور سلام ونتحدث عن التحالف اللي بقيادة الحلبوسي، منذ مدة لم تكن الرياح تجري بما تشتهيه السفن، فبالتالي يوم بعد آخر يتعرض هذا التحالف لهزات كبيرة وقوية، إلى ما ستؤول هذه الهزات برأيك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الأكارم
وأحيي أخويا وزميلي الأستاذ عباس العرداوي، وعيد فطر مبارك على الأمة الإسلامية والشعب العراقي. بصراحة يعني هذا التحالف يعني بني بشكل خاطئ، يعني ومنذ الوهلة الأولى للتشكيل يعني وضحنا أنه هذا التحالف لم يكن على أسس وطنية. حتى تشكيل هذا التحالف بعد خلافات كبيرة وكثيرة قبل الانتخابات، ومن ثم تحول إلى تحالف يعني داخل تركيا برعاية إماراتية، وهذا بصراحة كان نقطة يعني بصراحة اندهاش من أنه كيف شخصين هما متخاصمين أصلا، كان قبل الانتخابات، وكانت أيضا حتى هناك تراشق بالتصريحات والاتهامات، ومن ثم تحول إلى تحالف من أجل يعني تشكيل الحكومة مع التحالف الثلاثي المزمع الذي كان ينوي تشكيل الحكومة لم يستطع تشكيل الحكومة. المشكلة الحقيقية أستاذ أحمد في المكون السني تتمثل أنه لا يوجد هناك مرجعية ثابتة في المكون السني. الزعامة تنتقل من خلال السلطة، عندما يكون هناك شخص على هرم السلطة يعني متمثل برئاسة مجلس النواب وهي أعلى سلطة في البلد، دائما تكون الزعامة هي يعني تنحصر بهذا الشخص، وهذه أثرت بشكل كبير حتى على جمهور المحافظات السنية وحتى على محافظاتهم، لم تنعكس بشكل إيجابي. الكل يرفع شعارات ولا ينفذ هذه الشعارات، أكثر من تضرر من هذه الشعارات ومن هذه الصراعات هي المحافظات السنية، وبالتالي اليوم هذه الخلافات تظهر مرة أخرى ومتوقعة بشكل كبير، على اعتبار أنه هذا التحالف لم يبنى على أساس مصالح عامة مصالح وطنية، وإنما مصالح ضيقة. عندما تبدأ التقسيمات وتبدأ الخلافات أعتقد ستظهر جليا انقسامات، وأنا أعتقد أنه بلا شك هذا التحالف معرض للتفكك والانهيار، لأن المصالح مختلفة. وأعتقد أنه السيد الحلبوسي بدأ بالفترة الأخيرة يتصرف كالزعيم الأوحد، ودائما يقصي كل الخصوم اللي تأثر على وجوده بالسلطة أو تأثيره بالسلطة، وهذا بصراحة انعكس بشكل سلبي على العملية السياسية برمتها، إضافة إلى أن أكثر المتضررين هم المحافظات السنية وجمهورهم. طيب أستاذ عباس، وجد ترحابي بحضرتك. ويشير الدكتور سلام الزبيدي إلى أول يوم ما تأسس تحالف سيادة، وأتذكر كلام لحضرتك لما استضافيتك أشكلت على كيف تكون السيادة وهي تتشكل خارج السيادة، بل من دولة تخترق السيادة العراقية يوما بعد آخر. إذا بدأنا من تشكيل هذا التحالف قد لا ننتهي عند زيارة السيد الحلبوسي إلى السعودية وشكوى الحال لهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ أحمد، تحية لك وللأخ الدكتور سلام ولجمهوركم وتابعيكم، عيد مبارك إن شاء الله عليكم جميعا. الحقيقة عدم تجالس القوى السياسية السنية بعد 2003 على أقل تقدير يعني تحديدا، في الإيمان بالدولة من عدمه هو واحد من الأسس الأساسية في كل الخلافات التي تقع فيها. هنالك قوى سياسية سنية كانت تعمل بشكل مباشر على هدم الدولة العراقية بعد 2003 وعدم إنضاج هذا النظام، بل تعتبر لا تعتبره جزء من دولتها. هذا ما صرح به الحلبوسي الآن أحد قادة السيادة في سنوات سابقة، وجود تناقضات بإدارة المشهد السياسي، إقصاء لقوى وطنية تؤمن بالدولة، غيبت القوى السياسية السنية الفاعل السياسي السني لأكثر من 5 سنوات في بداية بعد 2003 حينما امتنعت عن المشاركة بشكل مباشر. حينما جاءت المشاركة جاءت بحالة إقصائية للأسف لبعضها البعض، حالة التناحر التي لا يمكن أن نغفلها ما بين المحافظات وما بين العشائر. هناك حالة من الاستئثار في الأنبار بدأت واضحة في حالة الحلبوسي من خلال إقصاء كامل بشكل كامل لسنة ديالة وصلاح الدين والموصل وما تبعها من محافظات أخرى قد يتواجد بها بشكل أقل. هذا واضح جدا، والخطوط التقاطع واضحة جدا، والصراع أخذ منحنيات كثيرة. الذي جرى أنه عدم حالة عدم الانسجام هذه وعدم الإيمان المطلق لدى البعض منها هو الذي يتولد بالأزمات،
وإلا ما ذكرته جنابك، وحينما تذكر أنه تم تشكيلها في تركيا هي أيضا جزء منها متعلقة بمنابعها ومنابع علاقاتها. الذين يتعاملون مع قطر مع تركيا يختلف عن الذين يتعاملون مع الإمارات أو مع السعودية، الذين يتعاملون مع مصر يختلف مع الذين يتعاملون بهذه الأجندات. للأسف للأسف أقول أن هذه الأجندات تقاطعت كثيرا. مؤتمرات تموز السابقة ما بعدها نضجت بحالة السيادة ولكنها لم تستطع أن تستمر، أكثر من مرة تخلت عنها عزم، تشظت حالة الاستئثار والإقصاء الذي مارسها الحلبوسي مع الجميع والبطش بخصومه. لا ننسى كيف ماذا تعامل مع جمال الكربولي الذي هو واحد من بنات نفس الحلبوسي للعملية السياسية وتواجده. كل الذين دعموه في المحافظة أو في البرلمان هو تخلف عنهم وبدأ بإنهائهم أو إنهاء خصومة بشكل كامل. هذه الحالة أشرت إلى حالة دكتاتورية داخل المكون السني، وأشرت إلى حالة إقصاء محافظات بوجودها مثل الموصل وغيرها، فيها شخصيات سياسية كبيرة جدا اليوم فاعلة. هنالك اليوم مثلا السيد ثابت العباسي وزير الدفاع وغيره، شخصيات أحمد جبوري غيرها غيرها، كل هذه اليوم لديها وجهة نظر. السيد صالح مطلق، أسامة النجيفي، السيد محمود المشهداني، هذه كلها لديها وجهات نظر وتعتبر مخاضرمة بالعملية السياسية. لا تستطيع أن تنكفئ بمجرد رغبة الحلبوسي في أن يكون زعيما مطلقا في هذه العملية. إنه أيضا يجب أن نشير إلى نقطة مهمة جدا، أنه تفرعنا الحلبوسي هو جاء بسبب ضعف الحكومة السابقة وتنامي هذا الضعف وإطلاق يده بإرهاب محافظة الأنبار. لهذا نجد أنه مجرد تشكل تحالف الأنبار بدأت عملية التقويض لوجوده من خلال استخدام ورقة الدولة هنالك، سواء كانت الحكومة المحلية أو من خلال الشرطة. لهذا اليوم هنالك نجد محاولة إعادة تقويم هذا الموضوع وإعادة تصحيحه، وبدأت اليوم حتى في موضوع الإطار السني الذي حاول تشكيله بدأت أصوات الرافضة بشكل واضح ترفض هذا الموضوع. هي تريد أن تذهب بالمكون السني إلى حالة بناء الدولة والدعم. لهذا نجد هنالك اليوم نشاط واضح للشخصيات السياسية التي تؤمن بالدولة والتي تعارض المخطط الذي يأمل الآخرين منه أضعاف الحكومة العراقية والدولة. شلون نؤمن بالدولة أستاذ عباس وإحنا لما نذهب إلى السعودية وأكو مخاطبة رسمية حسب ما تسربت إلى السوشيال ميديا بأن هنالك طلب استغاثة على ما يبدو من خلال الخطاب والاستنجاد بالسعودية بأن هنالك فكرة الإقليم السني، الالتفاف حول المكون السني، مضايقة الحلبوسي و الذهاب إلى السعودية للاستعانة بهذه الخبرات. وفي منتصف هذا الشهر كانت هنالك زيارة للحلبوسي ولقاء ولي العهد السعودي. العفو للأمانة أستاذ أحمد، يعني نفيت هذه الرسالة ويعني تحدث الكثير أنه أنها يعني فوتوشوب ليس يعني بمستند صحيح، لكن أنا اللي يهمني حقيقة هو على الأرض التداعيات اللي تجري. يعني قد لا يكون واضح لكل الجمهور أنه اليوم إذا يعني أرادت القوى السياسية أن تخاطب بعضها البعض تذهب للإمارات، قد تكون السعودية بهذه المعادلة هي الأضعف حاليا. اللي يعني الذي يدير للأسف هذه الفواعل هو دبي. اليوم الذهاب إلى الإمارات والتعامل معها والتعاطي معها هو الذي يضعف ويقوي هذا الموضوع. لهذا نجد هذه الفروض واضحة جدا. الموضوع عن ليس فقط إلقاء تهم أو لا سامح الله التشهير بالآخرين بقدر ما كشف حقيقة ملف واضح جدا. هذا الملف فيه تداعيات. اليوم التداعيات في المكون السني هي تختلف عن سابقاتها بسبب ذهاب البعض إلى محاولة الأقلمة، وهذا واضح. وممكن يعني كنت أتمنى أنه تكون استضافة لأحد الأخوة من الأنبار الرافضين لهذه الخطوات. موضوع الأقلمة والذهاب باتجاه هذا الموضوع وتنميته، هذه واحدة كانت من المؤشرات التي أشرها خصوم الحلبوسي وبدأ يرفضها. تحالف الأنبار هو يتحدث بهذا الموضوع، الأخوة الذين انسحبوا من موضوع الإطار والتعامل معه التفتوا إلى هذه القضية وتم التنويه عنها. عملية كشف الفساد العقارات الموجود الآن في محافظة الأنبار واحدة من تداعياته هو هذا الموضوع، محاولة الترغيب والترهيب. الموضوع في مجمله للأسف ليس متعلق فقط الداخل، إنما هو تداعيات الخارج. العراق يتأثر بقوة بالصلح والحرب، حالة السلم والحرب في المنطقة، وتداعياتها ليس فقط على العراق إنما تداعيات العراق أيضا على الآخرين.
يعني نحن في نسيج واحد تداعياته موجود، لكن للأسف عملية التقوية على الداخل من خلال شخص دون آخرين هو هذا الذي جرى، ولا المكون السني الأخوة السنة يحضرون في كل المشاركات السياسية السابقة ويحضرون بكل دعم، ومنهم طيب. من يأتلف مع القوى الشيعية، يأتلف مع القوى الكردية، هذا موضوع جدا طبيعي. الحزب الإسلامي انكفأ، تصدر المشهد بعض الأحزاب والمكونات، هذا موضوع جدا، أصلا أكو شراكة مع قوى سياسية شيعية فاعلة وقوية لأكثر من موضوعات الأقلام، لكن محاولة الإقصاء التي مورست بشكل مباشر، وهذا يحب يعني أنه أحط تحت خطين، هي التي استدعت أن تكون هنالك نفرة سنية من تحركات الحلبوسي. طيب بالإضافة لما تفضلت به من موضوع الأقلمة، خلينا نصص على هذا الموضوع دكتور سنام، يعني تحالف السيادة لما واحدة من العواصف اللي واجهته شخص المراقبون بأن هذا الموضوع يقف من وراء ترامب عندما كان يدعو لصفقة القرن ومسألة التطبيع، فبالتالي كانت هنالك استجابة لهذا الإقليم السني، ومن ثم تم إجهاض هذه المحاولة. نتذكر المراقبون أنه نصصوا على هذه المحاولة أنها كانت واحدة من الهزات الكبيرة التي عصفت بالتحالف. يعني أستاذ أحمد، قد تكون فترة من الفترات تحديدا هذه الفترة اللي تم تشكيل هذا التحالف، أعتقد كانت الظروف في منطقة الشرق الأوسط يعني وتحديدا حتى بالعراق غير مستقرة، وبالتالي كان الكل يعني كجهات إقليمية تسعى إلى استغلال ظروف العراق من أجل يعني جعل العراق منطقة صراع أو تصفية حسابات أو تكون منطقة دافئة لضرب خصومها بالمنطقة، وبالتالي الكل كان يبحث عن مصالح أو نفوذ داخل العراق، وبالتالي اعتقد انه الرعاية الاماراتية كانت تسعى بان تستثمر الاقليم السني او المكون السني كتحالف وكقوة داخل العملية السياسية من اجل ضرب جهات معينة معروفة، ولكن الان الوضع اختلف بصراحة. يعني العراق بعد اللعب دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين السعودية وبين جمهورية ايران الاسلامية، اعتقد حتى الوساطة اللي طلبها السيد الحلبوسي من يعني كما طلق مسامعنا سماع متأكدين من الكلام 100%، ولكن بصراحة أكو بوادر يعني ومصادر أكدت أنه السيد محمد بن سلمان رد على السيد الحلبوسي بأن هذا شأن داخلي ولا نتدخل بالشأن العراقي، على اعتبار أنه العراق بدأ بعلاقات ممتازة وجيدة مع السعودية، وحتى بما يخص دولة الإمارات الآن أيضا علاقاتها اختلفت بالمنطقة، الآن الاستراتيجية والفلسفة اختلفت، حتى اليوم نشوف زيارة السيد بشار الأسد إلى دبي والإمارات وفتح علاقات جديدة، وبالتالي الآن المعادلة قد تكون مختلفة. لذلك أنا أعتقد أنه السيد الحلبوسي أو المكون السني أو من يبحث عن الزعامة ويتعكز على الجانب الإقليمي سيكون رهان خاسر، على اعتبار أن المعادلة اختلفت، الآن الجميع يتعامل مع الحكومة العراقية ومع الدولة العراقية وفق المصالح العامة، والعراق الآن عاد بقوة لاعبا أساسيا في المنطقة لا تؤثر عليه تحركات فردية وشخصية. أنا أعتقد أنه إذا أراد كتحالفات وكمكون سني أن يكسب قوة يجب أن تبدأ هذه القوة داخلية، يجب أن يقنع أولا جمهوره ويقنع حلفائه قبل أن يذهب إلى جهات إقليمية أو حتى يذهب إلى الإطار التنسيقي. يعني البعض يعول على علاقات السيد الحلبوسي بالإطار التنسيقي ممكن أن تشفع له أن يبقى زعيما أو حدا ويتصرف وكأنه الدكتاتور وهو صاحب القرار الوحيد، وهذا خطأ كبير، مثل ما ذكر أخوي وزميلي الأستاذ عباس أنه المكون السني ليس فقط محافظة الأنبار، إنه محافظات أخرى، ديالة، الموصل، صلاح الدين، كثير من المحافظات اللي بصراحة بسبب الخلافات أعتقد همشها السيد الحلبوسي بشكل كبير وهمش ممثليها، وهذا راح ينعكس بشكل سلبي ليس فقط على تحالف السيادة، هذا راح يعني بصراحة راح يفكك المكون السني وراح تصبح هناك خلافات كبيرة وكثيرة راح تأثر حتى على نوع التحالفات، والإطار التنسيقي بصراحة يبحث عن استقرار سياسي، لا يريد أن يدخل في مماحكات وصراعات ممكن تأثر على العمل السياسي بالمستقبل. لذلك أنا أعتقد أنه على السيد الحلبوسي أو أي جهة أخرى
إذا أرادت أن تفكر بتحالفات وطنية وحقيقية يجب تكون مبنية على أسس عامة ومصالح عامة، ليس مصالح ضيقة، لأن المصالح الضيقة سوف تنتهي أمام استراتيجية جديدة للإطار والسيد السوداني ولا حتى البرلمان. بصراحة هناك استراتيجية جديدة ومعادلة إصلاحية جديدة لا تبنى وفق صراعات او وفق قوة او استغلال النفوذ. بصراحة توافق مطلوب فيها وعندنا مواطنة بانتظارنا. والسؤال لحضرتك دكتور، مو هنا عندنا قضية، كل ما يكون هنالك قفز لأحد الموانع تأتي موانع أخرى أصعب وأعقد، كان آخر هذه الموانع يعني تهريب رئيس ديوان الوقف السني ومن ثم وفاته، أسباب الوفاة وإن كانت الجهات المختصة لم تعطي رأيها لحد الآن، لكن الأصابع تشير إلى أن هنالك فواعل أساسية أدت إلى هذا الموضوع، وفي إشارة واضحة إلى تفكك هذا التحالف. يعني بلا شك بصراحة هذا الأمر هو ليس يعني العملية الوحيدة، يعني بصراحة أكثر من قضية تتعلق بالفساد وحماية الفاسدين صراحة كان وراها أصابع وكان وراها جهاد وكان وراها نفوذ. يعني ما جرى لعملية تهريب رئيس ديوان الوقف السني بهذه الطريقة بصراحة، ومن ثم كانت هناك يعني قصة بوليسية دراماتيكية في عملية القبض عليه ومن ثم وفاته، فأكيد كل جان سوف تحقق وسوف تصل إلى حقائق من يقف وراء هذه الدوافع، وبالتأكيد يعني أصابع الاتهام تشير إلى أن هناك سلطات متنفذة وشخص متنفذ قد يكون وراء هذه العملية، عملية التهريب وعملية حتى يعني طريقة موته بهذه الطريقة وبهذه القصة البوليسية. بصراحة يعني لا تقنع الشارع أنه كيف شخص متهم زين هو اليوم توفى، الأموال اللي سرقت والفساد المتهم به هل سيغلق؟ هذا أمر يعني بصراحة يجب أن توضح الحكومة العراقية، ويجب أن نحاسب المقتص وأيضا نكشف الجهات. اليوم المشكلة الأساسية بالعراق بالفساد أنه مو تلقي فقط القبض على الفاسد، يجب أن تجفف منابع الفساد والجهات التي تقف وراء. قد نمسك سين أو صاد من الناس، ولكن من يقف وراء سين وصاد ومن يحميه ومن يحمي هذا الفساد؟ يعني بصراحة احنا اليوم اذا لقينا القبض على 100 فاسد بصراحه راح يضرونا الاف اخرى من الفاسدين، اذا كانت الام الراعيه او الجهه الراعيه موجوده وهي تحمي هؤلاء الفاسدين. لذلك اطالب الحكومه العراقيه بان تكشف ملابسات هذا الموضوع، واي فساد يتعلق باي مكون باي جهه يجب ان يكشف. واعتقد انه تصرفات سيد الحلبوسي بالفتره الاخيره كانت بها دوافع شخصيه وانتقاميه. بصراحة حتى عملية تعامله داخل مجلس النواب بنبرات حادة وأيضا استدعاء لوزير الداخلية بهذه الطريقة لأجل حمايات مصالح شخصية خاصة أو تتعلق بضرب جهات تابعة للسيد الحلبوسي، هذا أمر أيضا ينظر بواقع خطير، وعلى الإطار التنسيق أن يكون له وقف أيضا. طيب. لا ما من غير ممكن أن نسمح لزعامة تستغل نفوذها ومنصبها في ضرب العاملية السياسية بهذه الطريقة. بالتالي نأخذ هذا الإطار العام أستاذ عباس، وتحدث الدكتور سلام الزبيدي عن العلاقة الترابطية بين تحالف سيادة وضمن تحالف إدارة الدولة، هذه العواصف التي تحاول أن تفكك تحالف السيادة إيش قد راح تأثر على تحالف إدارة الدولة؟ شوف دعنا أقولها بصراحة، القضية يجب أن يؤمن الآخر بحاكمية المكون الأكبر، حاكمية الشيعة وحقهم في حكم العراق، هذا نقطة رأس السطر. يجب أن يؤمن الآخرين بهذا الحق وأن يتعاملوا على أساسه. الشيعة تمثل أكثر من 65% من المكون من أطياف الشعب العراقي، وبالتالي لها حق إدارته بالحكم الديمقراطي وتحفظ حقوق الآخرين. محاولة القفز على هذه الحقيقة والتلاعب من خلال ضعف الحكومات السابقة وحكومة الكاظمي تحديدا سمحت للحلبوسي رئيس البرلمان رئيس السلطة التشريعية المحفوظة في القانون والدستور في أن يتمدد نحو السلطة التنفيذية،
لهذا عملية الردع التي مارستها الحكومة الحالية لأي واحد تسمح له نفسه في أن يتطاول على الحكومة التنفيذية وفي أن يتقمص دورها في أن يكون رئيسا لوزراء في محافظته أو رئيسا وزراء في دائرته أو في هيئته. هذا الفصل بين السلطات وفرز المساحات مهم جدا. عملية هذا تؤمن أولا هذه النقطة الأساس اللي ذكرتها آني، عملية حفظ حق المكون الشيعي بإدارة حكم العراق تسمح له في أن يتعامل مع الآخرين بأحجامهم الحقيقية وبالمساحة الوطنية، تحفظ حقوق الكرد وتعطى على العين وعلى الرأس، تحفظ حقوق المكون السني، تحفظ حقوق المكونات والأقليات الأخرى، وتحترم بالقانون والدستور، لكن على الآخرين أيضا أن يؤمنوا بهذا الحق. عملية تقويض هذا الحكم، اتهامه بالفساد وغيره، إثارة المشاكل، عمليات الاستدعاء وغيرها اللي يحاول البعض إثارتها، هي هذه عمليات استباقية لردع فساده حتى يقدر يغطي على فساده ويغطي على مشاكله حقيقة. هنالك عمليات ستطال الكثير في عمليات مكافحة الفساد، وهذه نقطة مهمة أستاذ أحمد. عملية مكافحة الفساد الآن التي تجري على قدم وساق ستفتح ملفات كثيرة، لهذا سنجد هنالك معارضة سياسية تحت عناوين كثيرة من أجل منع الحكومة ومنع الأخرى في لجنة في هيئة النزاهة في أن تمضي بمخرجات تحقيقاتها. لا تسمح لي عند المعارضة السياسية أستاذ عباس، دكتور سلام في دقيقة واحدة، المعارضة السياسية شقد راح تأخرنا وإحنا مقبلين على موازنة، مقبلين على تعيينات، مقبلين على حكومة وسمت نفسها بحكومة الخدمات وتحالف إدارة الدولة اتفق تماما جملة وتفصيلا على أن هذه الحكومة حكومة خدمات؟ يعني بصراحة المعارضة هي حالة صحية، المفروض تقوم عمل الحكومة وتدفع بالاتجاه الصحيح. يعني احنا طالبنا انه تكون هناك معارضة بناءة، لا ان تكون هناك معارضة اقصائية لتصفية الحسابات. المعارضة يجب ان تكون على اسس، يجب ان تدفع الحكومة للعمل الصحيح. حتى قانون الموازنة هو صراحة قانون، يعني ستم في ائتلاف النصر لم تدخلوا في الحكومة، لكن معارضتنا هي معارضة بناءة. يعني هذا ما أقصد يعني. نعم، يعني اليوم مثلا احنا ندعم كل خطوة من خطوات السيد السوداني بالاتجاه الصحيح، داعمين له حتى يستطيع أن ينفذ مشروعه. أما أنا أقف عائق على قانون يعني يهم الجميع، يكون مصلحة عامة من أجل دوافع شخصية أو مصالح شخصية، وأسمي نفسي بالمعارضة، هذا خطأ. هاي ليست معارضة، وإنما هذه وضع العصي في العجلة بصراحة. لذلك كل القوى السياسية عليها أن تتخلى عن مصالحها الضيقة وأن لا تبعد الجنبة السياسية والصراعات السياسية عن العمل المؤسساتي الحقيقي. يجب أن نترك الفرصة للحكومة أن تعالج الملفات بدون أن تكون هناك نوازع شخصية أو دوافع شخصية تأثر على عمل الحكومة المستقبل. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر ضيفا كريما في الأستوديو، وتتفضل البقاء معي الأستاذ عباس العرداوي. نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، وارحب بضيفي الكريمين مجددا، ارحب بحضرتك استاذ عباس العرداوي المحلل السياسي، وينضم معي عبر سكايب الاستاذ سلام حسين عضو ائتلاف الفتح. حياكم الله ضيوفا الكرام. نتحدث استاذ عباس عن هذا الملف، تحرك السفيره الامريكيه اللي يعني وصفوه شخصيات سياسيه بانها تتحرك خارج الدائره المسموحه، واعتبروا بان هذا تدخل بالشأن الداخلي العراقي وتجاوز الاتفاقات الدبلوماسية. كيف ترى الأمر؟ كل الترحيب بضيفك العزيز وأستاذ أحمد. هذا الموضوع أنا أعتقد يحتاج إلى توضيح. التوضيح المهم جدا أنه هنالك نوعين من التحركات لهذه السفيرة. الاستدعاءات من الحكومة العراقية للتفاهم والتعاطي
بملفات مهمة جدا متوقفة، وهذا قد يكون واحد من أهم اللقاءات التي تجري سواء كان مع رئيس الحكومة أو مع وزرائه. هنالك ملفات تتوقف، يعني منها ما هو متعلق بتسديد أموال أو غيرها لمؤسسات قد تكون جزء منها أمنية، يعني لدينا أمثلة في ذلك مثل تعطيل لطائرات لحماية أمن العراق، عدم إنفاذ وإكمال تجهيز بعض التسليح. هذا يستدعي ملف الدولار والأحكام التي صدرت على البنك والتعاطي مع هذا الملف الذي مرحل هو من حكومة الكاظمي، هذه كلها تستدعي أن تكون هناك دعوة للسفيرة والتفاهم والتعاون معها لإيصال رسالة بشكل مباشر إلى البيت الأبيض ولأخذ قرارات مهمة ونقل وجهة نظر العراق وأخذ وجهة نظر الجانب الأمريكي فيها. هذا نوع من الزيارات يكون مع رئيس الحكومة أو مع الوزراء. النوع الآخر هو التحركات المشبوهة بشكل كامل والتي تأتي خارج كونها سفيرة مع المنظمات ومع الشخصيات ومع العشائر ومع الجمعيات. وكنا نعرف أنه في 2016 ما هي تداعيات تواصل القنصل الأمريكي في البصرة من تنمية بعض الجماعات وما أثارته من مشاكل، وكله بالدليل إلى أن استدعى الموضوع غلق القنصلية وسحب القنصل في حينها. هذه وملفات أخرى متعلقة بالضغط الأمريكي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية، لديها جيوش في المنطقة وتتعرض بشكل مباشر إلى تهديدات المقاومة، وهنالك حرب قائمة ليس منتهية، وهنالك دعاوى قانونية متعلقة بجريمة المطار، هنالك الكثير منها على الأرض، هنالك رفض شعبي، هنالك قرار برلماني بإجلاء القوات الأمريكية، وجود هذه القواعد، التعامل مع هذه كلها تستدعي لقاءات. المنبوذ في الموضوع هو اللقاءات خارج هذا الموضوع في خلال عملية تصدر المشهد، يعني نرى بعض المنشورات التي تصدرها بصفحتها الشخصية كأنما تصدر بعض التعليمات لبعض الشخصيات وتتحدث عن قادة مستقبليين وتتحدث عن بحالة سلبية عن النظام، تدعم بعض الشخصيات التي حولها مؤشرات تحاول الإنقاص من قوة وطنية. هذا الموضوع فيه تداعيات. نعم الموضوع في جملته هو في ذمة وزارة الخارجية العراقية وفي ذمة لجنة العلاقات الخارجية، وزارة الخارجية طيب. العراقية الآن حدث أستاذ عباس، يعني تحركات السفيرة لما السؤال لحضرتك إذا أسمح لي، لما نتحدث عن تحركات السفيرة الأمريكية اللي خرجت عن السياقات الدبلوماسية، هنا لما تلقي اللائمة على وزارة الخارجية للحد من هذه التحركات، لأنها معنية. نتذكر بأنه رئيس الوزراء ضبط هذا الإيقاع لكل السفراء والبعثات الدبلوماسية، وكان أنه التنسيق يفترض أن يكون ذا بالسلطة التنفيذية والوزراء عن طريق وزارة الخارجية. ليش ما يتم العمل بهذا الأمر؟ سيدي رئيس الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء، هنالك وزير مكلف، وهذا الوزير مكلف هو وزير الخارجية العراقي، وتداعيات هذا الملف هي في ذمته، عليه التعامل والتعاطي مع هذه القوانين والقرارات المحلية ومع الرأي العام العراقي. واضح جدا حينما يؤخذ هذا الموضوع بالإعلام وهناك في السوشيال ميديا والقوى السياسية بعضها يتحدث بصراحة عن سماجة هذا الموضوع وتحركه، ليس فقط تحرك السفيرة الأمريكية، احنا مبتلين بعجوزتين، السفيرة الأمريكية وممثلة الأمين العام المتحدة، هذه هاتان السيدتان يتحركان خارج الوضع الدبلوماسي وخارج المهام. يعني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة كأنما تمارس دور الوصاية، والسفيرة الأمريكية تمارس دور السيادة على القوى السياسية وعفوا على المنظمات وتريد أن تفرض هذا أيضا. طيب أيضاً الوصاية والتفرقة إذا تسمح لي أستاذ عباس، هذا أيضا أستاذ سلام. نعم عفوا أستاذ سلام، حياكم الله من جديد. نتحدث ويتحدث ضيف الكريم الأستاذ عباس العرداوي عن دور السفيرة الأمريكية وأشرك مع دور بلاسخارت ممثلة الأممية. هنا تحركات السفيرة الأمريكية لما تبث روح الفرقة حسب مراقبين وتعمل على خلط الأوراق وتقف بالضد من الإصلاحات الحكومية وتجاوز الحدود في ظل صمت مريب لوزارة الخارجية، في أي خانة نضع هذه التصرفات؟ تسمع الأستاذ سلام؟
نعم. السؤال لحضرتك، يتحدث الأستاذ عباس العرداوي عن تحركات السفيرة الأمريكية، وهنا نتحدث عن تجاوز لهذه الحدود، أين دور وزارة الخارجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي قناتكم الموقرة وعلى ضيفكم الكريم. وعليكم السلام، حياكم الله. موضوع السفيرة الأمريكية وهي سفيرة فوق العادة، وهذه يعني ما معناته أنها ترتبط بوزير الخارجية الأمريكي ارتباط مباشر برئيس الحكومة الأمريكية. يعني بحاجة إلى إعادة نظر. المهم أن موضوع وزارة الخارجية، الموضوع يتعلق بالخارجية بدرجة كبيرة والحكومة العراقية والبرلمان فيما بعد. وزير الخارجية عليه أن يقدم مذكرة احتجاج أو استفسار استجواب للسفارة الأمريكية لكون هذه التحركات تحركات مشبوهة وهي خارجة عن العرف الدبلوماسي إطلاقا. السفيرة تمثل بلدها، الجالية الأمريكية تنقل رسائل متبادلة بين الطرفين، أما أن تتدخل في الشأن الداخلي العراقي وتتحدث عن الموازنة وتتحدث عن قانون انتخابات وتسأل عن موضوع حقوق، هذه القضايا قضايا داخلية على وزير الخارجية ووزارة الخارجية بوجه التحديد تقع مسؤولية محاسبة ومتابعة ومساءلة هذه السفيرة والوقوف يعني كونها حاليا وكانها تعتبر العراق احدى الولايات التابعه للولايات المتحده الامريكيه، وكانها تتحرك في واشنطن او نيويورك او اي ولايه من هذه الولايات الموجوده في امريكا، واحيانا قد تنسى نفسها وتتصور انها كبول بريمر يعني حاكم مدني على العراق، اعطت لنفسها اكثر مما تستحق، وعلى وزارة الخارجية تقع المسؤولية الحصرية لكون هي المعنية بالشأن الخارجي وبأمور شؤون السفراء. فلذلك وجه هذا الخطاب إلى وزير الخارجية وإلى رئيس الوزراء على وجه الخصوص لكون المسؤول عن وزير الخارجية لغرض وضع حد لهذه التصرفات، لكون العراق خرج من البند السابع والعراق بلد يمتلك سيادة كاملة، وعلى السفير سواء كان امريكي او غيره مراعاه القوانين السائده، طيب. مراعاه الدستور العراقي، هذه الامور كلها تخالف التدخل في الشان الداخلي العراقي. موضوع الموضوع لم يقف عند الحد الحكومي استاذ سلام. نعم، اذا سمح استاذ سلام، الموضوع لم يتوقف عند التدخل الحكومي، بل ان التحركات الاخيره للسفيره الامريكيه عندها اجتماعات مع المسؤولين، زياراتها إلى المحافظات، عقدها مؤتمرات صحفية، إدلاءها بتصريحات، كل هذه الممارسات لربما لا تتساوق مع الأعراف الدبلوماسية وكونها سفيرة حتى لو كانت فوق العادة. هذه الأمور كلها مخالفات، وعلى الجميع بل على جهاز المخابرات العراقي، على جهاز الأمن الوطني، على وزارة الخارجية، بل وحتى على المواطنين، على الكيانات السياسية الموجودة، الكل عليهم أن يأخذوا دورهم في هذا المجال. هذا تدخل سافر في الشأن العراقي الداخلي، وعلى السفيرة أن تدرك أن هناك قرار صدر عام 2020 بضرورة خروج القوات المحتلة من الأراضي العراقية، وأمريكا لحد هذه اللحظة تمارس حق الوصاية وكأنها نعود إلى عهد الانتداب، عهد بيرسي كوكس، وهي تمارس دور المسس بيل. يعني هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة وطنية شاملة، يحتاج إلى تصدي لكي نعطي لهذه السفيرة وغيرها يعني حدهم ونحدد تحركاتهم. من يدري، قد تكون هذه التحركات لأغراض تجسسية استخبارية، وهذا الموضوع يعني ليس ببعيد. التدخل في الشأن الاجتماعي وزيارة شيوخ عشائر والدخول في قضايا داخلية، هذه يحسب لها ألف حساب. هناك أمن قومي، أمن القومي على كل السفراء الموجودين على الأرض العراقية وليس الأمريكية فقط، مراعاة إلا فليس غير الطرد، وهناك لم يحصل ذلك، الشعب يراقب الحالة. نحن أمام موقف وطني،
هناك من يريد هذا البلد. هذا الموقف الوطني استاذ سلام الذي تتحدث عنه، خلينا اكثر استاذ عباس العرداوي اذا تسمح لي. نعم الامريكيه بالذات. طيب هذه مخططات امريكيه، اسمح لي استاذ سلام. استاذ عباس يتحدث السيد سلام حسين عن الموقف الوطني ويتحدث عن طرد السفيره، الى اي مدى من الممكن ان السياده العراقيه تتحمل هذا 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 التصرف؟ نتحدث عن عده سفراء من بعد الاحتلال كانوا في العراق، ولكل سفير لديه بعض المسارات اللي اتبعها على مسار الدبلوماسيه او حتى خرق هذه الدبلوماسيه. هذه السفيره بماذا خالفت وما العمل تجاهها؟ لاحظ سيدي الكريم، من ناحيه الرفض الحمد لله اغلب القوى السياسيه ترفض هذا، واعلنت ببياناتها وبلقاءات القيادات السياسيه واضحه جدا هذه القضيه. الحكومه ايضا لديها مؤشرات حول هذا الموضوع، وهي تتعاطى بهذا الموضوع بنفس حكومي عالي جدا، هي تدرك حقيقه التعاون مع الولايات المتحده الامريكيه، بلد محتل، دوله محتله عفوا، لديها سطوه على الامم المتحده، هناك تداعيات اقتصادية رفضها الشارع والشعب العراقي، عرضت أمن وسلامة العراق إلى الخطر من خلال المشاكل والأحداث التي سبقت، استهدفت قادة أمنيين وقادة سياسيين عراقيين، لا زالت تصدر بيانات العقوبات وسطوتها، هذه طغيان الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. العراق لا يستطيع أن يخرج من دائرة التعامل معها في المنطقة، بين عملية الردع التي تمارس من خلال الشعب العراقي ومقاومته وعملية الرفض السياسي واضحة جدا. الكون على أنك تستطيع تفكر في ذلك مهم جدا، لكنك قادر، هنالك حاجة للتواصل مع المجتمع الدولي، هنالك حاجة لاستخدام الأصدقاء، روسيا، الصين، غيرها، هذه ممكن تستطيع أن تقوض هذا الموضوع، لكن في نفس التوقيت هذا يحتاج إلى تماسك داخلي. أنت كيف يكون لديك تماسك داخلي وإمكانية دعم الحكومة العراقية حينما ترفض من بغداد وتستقبل مثلا في أربيل، أو ترفض في بغداد وتستقبل في الأنبار؟ هذه عملية الاسترخاء الداخلي وعملية عدم وجود موقف كامل وحاد منها. مثل ما ذكر الأخ، في 2020 احنا صدرنا قرار إخراج القوات الأمريكية، لكن عملية التنفيذ مالته لا زالت لحد الآن فيها الكثير من البطء. عملية الانتقال لا زال هناك 2050 مقاتل، 2500 مقاتل، عملية التعاطي معها، وجود بعض القواعد من غيرها. ما لو لم تكن هنالك عملية ردع من المجتمع العراقي من خلال مقاومته، ما كان لها عملية قبول من الجانب السياسي. أيضا الموضوع متعلق بالقوى السياسية نفسها، بأن لا تسمح لنفسها أن تكون تحت وصاية الولايات المتحدة الأمريكية وتثق بها. ما نشوف احنا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في حالة انكفاء وفي حالة ضعف واضح جدا. السعودية التي لم تكن نظن يوم من الأيام أنها تستطيع أن تعارضها في قرار، بدأت تعارض بالكثير من القرارات. الأساس أنا أعتقد هو ترصين الجبهة الداخلية وتمتين الموقف الدولي من خلال الخارجية العراقية. ومرة ثانية نرجع لنتفق على أن التفعيل دور وزارة الخارجية من هذا الملف، التعاطي والتعاون مع هذا الملف بجدية عالية، هو الذي يكون على اقل تقدير يقطع الطريق امام ما تخطط له السفيره الامريكيه. طيب استاذ سلام، يعني التدخل لم يتوقف عند الجانب التنفيذي، بل حتى تجاوز هذا الموضوع الى الجانب التشريعي، وتحدثنا في الملف الاول عن مجلس النواب ورئيس مجلس النواب. عندما تكون هنالك لقاءات من قبل السفيره برئيس مجلس النواب، فانها تتدخل بكل مفاصل الدوله العراقيه، حتى في اجنده مجلس النواب، حتى في التشريعات اللي تدرج على جدول الأعمال، وكأنها هي الجهة التشريعية في العراق. طبعا هذه نقطة يعني تعاب على البرلمان العراقي وعلى النظام الداخلي أيضا للبرلمان العراقي. هذا تدخل، ما علاقة سفيرة لبلد محتل ولبلد أجنبي بالتدخل بأجندة الاجتماعات التي يؤديها البرلمان؟ فهذا يشير الى وجود تهاون، وقد يكون وجود مخطط لهذا الموضوع. انا لا اتهم احد، لكن هكذا تصرفات تجعل السامع والمشاهد لا يبتعد كثيرا عن سوء الظن في هذه التصرفات. لذلك انا ارى ان على الجهات الامنيه وجهاز المخابرات
وحتى لجنة الأمن والدفاع ولجنة النزاهة في البرلمان عليها متابعة هذا الموضوع ومساءلة هيئة الرئاسة، مساءلة هيئة الرئاسة عن ماهية الأسباب التي تجعلهم يرضخون ويستجيبون ويجيبون. والأدهى من ذلك أن هذه السفيرة باتت تنشر كل ما تقوم به على حسابها في تويتر. يعني أصبح الأمن الوطني والقومي العراقي وكأنما هو خبر مشاع للجميع، ويتلاعب به هذا وذاك رئيس البرلمان وهيئة الرئاسة، بل وكل برلماني موجود ليدرك تماما أن الشعب العراقي يراقب ويرصد هذه الحالة، وليس لأحد سلطة الملك لكي يعمل ما يشاء. لدينا نظام برلماني يحاسب من أعلى شخص في الدولة إلى أبسط شخص في الدولة، والشعب هو مصدر السلطات. التهاون والتساهل والتعاون مع هذه السفيرة يكاد يصل إلى جريمة التخابر، وهذا ما دعا بعض المراقبين إلى الإشارة إلى القرار السابق الذي اتخذه مجلس النواب حول قضية إخراج القوات الأجنبية من العراق وهذا الحراك الجديد. حتى المواطن العادي نعم استاذ سلام وهناك شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ سلام. الاستاذ سلام حسين عضو ائتلاف الفتح انضممت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لحضرتك، واشكر كثير للاستاذ عباس العرداوي المحلل السياسي ضيفا كريما رافقتنا في الملفين. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.